شاغي وها مو بخير نابمي خليل خلف دلي طبيب عام المنظمة يزدا الفيديو دازي حاولين بشكل مختصر بهتا كوفيد 19 بكم او فيروس كورونا الجديد اكيد تشتكيني غريبة والباو همو كمعلومة انه خطورة في فيروسي تشندا لان دنقوي دنيا تجيقريا رغم هتانوها انا كد بيجين انه او فيروس تشتكي مزيفة ونينا افتشت المهم زي حاري بشكل مختصر شو ربحتي بكمل بفيديو ده رغم انه اغلب ياوا انه يعني معلومات السرهينة اوكي اولا اعراض الفي فيروس تشينا تقريبا اعراض الفي فيروس مشابه لاعراض فيروس انفلونزا بي يعني تب حدكي بعيد يعني بس هذا اعراضها كهاتن انه ش فيروس انفلونزا قوي ترن حتى يعني هكا حالات خفيف شبين اولا يعني قد بي حسب نسبة الحدوث اهرب بتري حرارة او الحمى بيشتهن جي سعال الجاف او كوكهش وثالثا التعب العام دورة يعني بلغم تشير بي وصعوبة التنفس او بهن وشكاندن ودورة بيشتهن جي آلام مفاصل وعضلات وآلام الحلق والصداع واخير شيء يعني فرشيان واسهال والبال تشير بي أفعرضت كم قلت إن الشخص يعني نشرت إنه هالشخص هذا إنه أفعرضهم البال هبن إنه بالعكس يعني احتمال هي إنه شخص أسيمتوماتيك به قلت لك أعراض شو أنها مو كالبال نبي ووي وقتي إنه أف شخص أف شخص مصاب يعني كاتصالك وثيقة بشخص جي سليم ركر يعني احتمالية هي إنه بحاولين يا شخص دي تري فيروس بس عادة يعني فترة الحضانة في فيروسي إيش دروجة تاب شاردة بس يعني على الأغلب بشتي بينج روجة أف أعراض البال خويا البن بشتي بينج روجة أكا شخص يعني تعرض فيروس بو ونشر توك كم قلت إنه هبنا الشخص أسيمتوماتيك بكتك أعراض البال هما البال نبي بس يعني هكا البال تشيبون يعني بشتي بينج روجة البال خويا كا دورة يعني هكذا حسب بكي إنه سير المرض والمضاعفات يعني تشلونا يعني سي احتمالية هنا احتمالية هي إنه بشكل كي خفيف بي يعني نفسها إنفلونزا بس يعني حتى يعني حتى كأعراض البال خويا كرنش إنفلونزا قوي ترن وأفحى يعني بشكل خفيف يعني بجنتي أكيد يعني مايل تو مودريت أفحى على تقريبا 80% إيش حالات أدوسة نو أف حالات يعني همو تقريبا ساقط بن أف تشلوتك أف الجهاز التنفسي العلوي ده يعني بس أعراض لي خوياتكن وناقيته جهاز التنفسي السفلي دورة حالات دي تري شاردش صدين واحتمال هيا بنيدي سفير كيسس أو حالات الجهاز التنفسي السفلي بدأ ومرض ذات الرئة تشيبكا هكا مرض ذات الرئة تشكر كا يعني هكا أو patient يعني زو diagnosis كرن يعني زو جيشن تشخيص أوي وسبورتف كرن ويعني يعني كيري في نساغي هاتن وزو بي حسيان يعني احتمالي هنو أف شخص جي ريكفري بي واحتمالي هي أنه بحولتها critical cases أف critical cases يعني 6% يا أف 6% حالاتها وان يعني أكتر يوان المرن أفد تشيت كأرد تشيت كلي هي البجنيت الأكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم وبعربية بجنيت متلازمة الشدة التنفسية الحادة. الفان حالة توان جفان نساقوان را يعني سبليمنتال أوكسجين جردي وميكانيكال فنتيليشن بالإضافة إلى أن سبورتيف سيمتوماتيك تريتمنت جفان حالات ردي بس يعني أغلب يفان حالات جيشت في مرحلة إنه باسد بأتشن. طرق انتقال الديت في فيروسي نفسها يعني طرق انتقال فيروس انفلونزا هنا يعني وقت الشخص مصابه هنجي هكا اتصالك وثيق بشخص اكيد ترابي هكا البال يعني كخي او بهنجي او بيفت بوقا هنجي قطرات ورداد وش برده بي تشن هكا هنجي نيزيك بي يعني احتمال يقلك اوانو او شخص بي بكبه احتمالها دي تري انه احتمالها انه افقط راتشن السر سطحكي بكفن يعني شنو الارضي بكفن وعادة يعني حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية انه اف
قطرات گلگه دور ناشن میترکه اول اردید کرده مثلا پشتی گل اردید کرد گلگه نامینه و احتمالیه گلگه کیمه بس فی حال انو که شخص یعنی ملامسه فی سطحی که رب دست خو پشتی مگه دست خوان یعنی کپوی خوان دبی خوان چاوی خوان احتمالی هی انو اف شخص بی بکبی بی حال تنی طرق وقاید وی هون اكثر يا وزان الطرق وقاعد ويتشينا انه تجمعاتها كم لكن نشاطاتك يعني تجمع كم بكن نشاطاتك كم بكن الفي وقتي بحاولين يعني الا ما شغلك ضروري باش ما درنا كبن انه هاتي لنا شغله ويا قلق قلق ضروري بين تشدركي حتى هكا تشوجي ويعني ولو انه منظمه الصحه العالميه بيجي هكا هاتي اعراض البالنا بندعينا انه ماسك وغلافز استخدام بكا و كمامة ولبان كوان بس يعني هاتشي هابي ناس بينام تشتكي قلقي باشا انو غان استخدام بك حتى كأنو اعراض البال نبنجي واكيد الاهتمام بالنظافة يعني دا سيدخوا يعني بشكل متكرر بشوي وهكا التعقيم هابي انو كحول كحول اثيلي يعني نسباوي بلا 60% بينا جيمتر يلين قدا يعني بكو جي فيروس به حاله گلگه باشه نه چه هبه عوامل خطوره دوی ویروسی چینه یعنی اکید یکی حمری مزن به انو دغت سکری قلوبون سمنه او یکی یعنی هایپر کولیسترولیم یعنی دهنیاتی دوی زیده بین یکی کانو مرده که مناعی ذاتی البال هبه اف اعراف یعنی عوامل خطوره دوینه يعني بصورة عامة إنه تكاري بيجي يكي شخص كي إميونو كومبرومايز يعني يكي كمان عاوية كيم بحتى إنه كبحمر نيم از نجيبه تشخيصا ذي أكيد إنه كشخص يعني سسبكتد كرن إنه في شخص مسابق كورونا فيروس أكيد زامي هيستوريا يبقى في شخصش كيدري هات يسافر كيدري ويا بشتي كزلامة برنو عرادت مشابهة كورونا البالهبن أكيد زلامي سامبلة كيباود بجنتي مسحة البلعوم الإنفي اي او مثلا حنجره او الحلق زلام بابا وبوليمريز تشينج رياكشن او بجنيتي ار ار تي بي سي ار او او يعني بوليمريز تشينج رياكشنز اوف ريفرس ترانسكريبشنز او بعربي بجنيتي تفاعل البلمر التسلسلي للنسخ العكسي اف ستاندرد ميثود اما تشي يعني دركت بوزيتيف خلاص انه اف شخص مسابه علاج جاوي يعني لسوء الحظ يعني اللي هتان هو علاجه كوين ديدينا ونلقاحه ديدينا لان اكيد يعني كلقاح اكتشاف كرنجي يعني وقت جرد بهتا تجارب شيتكن وتجارب يعني بيشتين قد زانب انه اف لقاحه فعاله يعني بجا وقت جرد بس حاليا يعني اشخاص بكتين سبورتيف تريتمنت وسيمتوماتيك سيمتوماتيكا بأعرادتك مقود إنو حاولين بان أعرادة بعالجينن و سابورتف يكي كأنو أكسجيني ويكيم بو يكي بيهنا ويتنق بو بحاولين إنو سابليمنتال أكسجين بنيته و ميكانيكال فنتيليشن جيغل شي بكن وأكيد وميني يعني تحت المراقبة و متابعاوي بكن في حال هكا يعني خربتي أو إنو ستافي موجود به بشتين جه هكا مناعاوي شغلي وانه احتمالها ريكفري بي يعني احتمالها نشا واحتمالها يعني بي بيتشا بس وقا مقوتي انه حالات اغلب حالات خفيفة تقريبا 80% وحالة ريكفري بن وشاردش استدش حالاتا سفيرين اف حالها نجي تتحولنا كريتيكال تتحولنا 6% وهناك جي هناك جوان جي ريكفري بن وفي حالات الكريتيكال يعني تقارب يجي مور دان يعني 95% باسد بن سباس بها.